اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. سادتي، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يوم عرفة، يوم من أيام الله العظيمة، يوم جعله الله تبارك وتعالى سببا لعباده بأن يفروا إليه، أن يرجعوا إليه، أن يتوسلوا فيه به تبارك وتعالى، أن يتضرعوا إليه بالدعاء وإظهار الحاجة والمسكنة. يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي فيه إظهار لكل ما أحب أن يراه الله تبارك وتعالى عند العبد المؤمن. في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، من أهم الأعمال فيه زيارة المولى سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. ورد عن مولانا، أذكر لكم بعض هذه النصوص حتى يعرف المؤمن في أي مكان يحل في هذه الساعة وما هو مقامه وأجره عند الله تبارك وتعالى. قال مولانا وإمامنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه: من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم، عجل الله فرجه الشريف، وألف ألف عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وعتق ألف ألف نسمة، وحملان ألف ألف فرس في سبيل الله. وقال مولانا وإمامنا الصادق عليه السلام: إن الله يتجلى لزوار قبر الحسين عليه السلام قبل أهل العرفات، ويقضي حوائجهم، ويغفر لهم ذنوبهم، ويشفعهم في مسائلهم، ثم يأتي أهل عرفة فيفعل بهم ذلك. وورد أيضاً عن المولى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق روحي له الفداء، مخاطباً لحنان: يا حنان، إذا كان يوم عرفة اطلع الله على زوار الحسين عليه السلام فقال لهم: استأنفوا فقد غفر لكم.
وورد عنه أيضاً سلام الله عليه: إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام في يوم عرفة واغتسل بالفرات ثم توجه إليه كتب الله بكل خطوة حجه بمناسكها. هذا هو مقامكم أيها الأحبة، أنتم عند سيد الشهداء، أنتم عند مصرع أبي عبد الله، ها هنا سارت قدمي الحسين عليه السلام، ها هنا سالت دماء أبي عبد الله. في هذا المكان فررن بنات الرسالة من مكان إلى مكان، ها هنا أحرقت الخيام، ها هنا قتل أهل البيت عليهم السلام. عليهم السلام توجهوا إلى الله بسيد الشهداء واطلبوا حوائجكم. أول حاجة لنا تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، لا تنسون إمامكم، هو لا ينساكم. بعد من الحوائج المهمة أن لا تنسوا العراق وأهل العراق والمؤمنين في كل مكان من الدعاء. كثير من المرضى يعولون على دعائكم أصحاب الحوائج، اسألوا الله من فضله، تعرضوا لرحمة الله واسألوه أن يرفع الوباء عنا قريبا إن شاء الله، وتقام مجالس الحسين وتقام الشعائر وتذرف الدموع في المحرم وصفر على سيد الشهداء. توجهوا إلى القبلة، توجهوا إلى الله، ولنبدأ بتوفيق منه تعالى لنقرأ دعاء الإمام الحسين، هذا الدعاء العالي المضامين في هذا اليوم وعند مرقده الطاهر عند مصرعه الشريف. يا الله نوروا مجالسكم جميعاً، كل من يسمع صوتي، بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع، فطر أجناس البدائع، وأتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطلائع، ولا تضيع عنده الودائع، جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أرغب إليك
وأشهد بالربوبية لك مقراً بأنك ربي وأن إليك مردي. ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكوراً، خلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمناً لريبي المنون واختلاف الدهور والسنين، فلم أزل ضاعناً من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية. لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني، ومن قبل ذلك رأفة بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك، فابتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني بخلقي ولم تجعل لي شيئاً من أمري، ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاماً سوياً، وحفظتني في المهد طفلاً صبياً، ورزقتني من الغذاء لبناً مرياً، وعطفت علي قلوب الحواضن وكلفتني الأمهات الرواحم وكلأتني من طوارق الجان وسلمتني من الزيادة والنقصان، فتعاليت يا رحيم يا رحمن، حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام وربيتني زائدا في كل عام، حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك
وروعتني بعجائب حكمتك، وايقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك، ونبهتني لشكرك وذكرك، وأوجبت علي طاعتك وعبادتك، وفهمتني ما جاءت به رسلك، ويسرت لي تقبل مرضاتك، ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك. ثم إذ خلقتني من حر الثرى لم ترض لي يا إلهي نعمة دون أخرى، ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم إلي، حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقم، لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك، أن دللتني إلى ما يقربني إليك، ووفقتني لما يزلفني لديك، فإن دعوتك أجبتني، فإن دعوتك أجبتني، وإن سألتك أعطيتني، وإن أطعتك شكرتني، وإن شكرتك زدتني، كل ذلك إكمال لأنعمك علي وإحسانك إلي. فسبحانك سبحانك من مبدئ معيد حميد مجيد، وتقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك، فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا، أم أي عطاياك أقوم بها شكرا، وهي يا ربي أكثر من أن يحصيها العادون أو يبلغ علما بها الحافظون. ثم ما صرفت ودرأت عني اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء، فأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقدي عزمات يقيني وخالصي صريح توحيدي وباطني مكنون ضميري وعلائقي مجاري نوري بصري وساريري صفحتي جبيني وخرقي مساربي نفسي وخذاري فمارني عرنيني ومساربي صماخ سمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركات لفظ لساني ومغرزي حنكي فمي وفكي ومنابت أضراسي
ومساغ مطعمي ومشربي وحمالتي أم رأسي وبلوع فارغي حبائلي عنقي وما اشتمل عليه تامور صدري وحمائلي حبلي وتيني ونياط حجاب قلبي وأفلاذ حواشي كبدي وما حوته شراسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي وما انتسج على ذلك أيام رضاعي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركات ركوعي وسجودي أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا أجل ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدى إنعامك سالفه وآنفه ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا هيهات أنى ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق كتابك اللهم وإن باؤك وبلغت أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهما من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغي طاقتي ووسعي وأقول مؤمناً موقناً الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه فيضاده فيما ابتدع ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع سبحانك سبحانك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله حمداً يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين
وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل غناي في نفسي، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والنور في بصري، والبصيرة في ديني، ومتعني بجوارحي، واجعل سمعي وبصري الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني في إيثاري ومآربي، وأقر بذلك عيني. اللهم اكشف كربتي، واستور عورتي، واغفر لي خطيئتي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، واجعل لي يا إلهي الدرجة العليا في الآخرة والأولى. اللهم لك الحمد، كما خلقتني فجعلتني سميعاً بصيراً، ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقاً سوياً رحمةً بي، وقد كنت عن خلقي غنياً، ربي بما برأتني فعدلت فطرتي، ربي بما أنشأتني فأحسنت صورتي، ربي بما أحسنت إلي وفي نفسي عافيتني، ربي بما كلأتني ووفقتني، ربي بما أنعمت علي فهديتني، ربي بما أوليتني من كل خير، ربي بما أوليتني ومن كل خير أعطيتني، ربي بما أطعمتني وسقيتني، ربي بما أغنيتني وأقنيتني، ربي بما أعنتني وأعززتني، ربي بما ألبستني من سترك الصافي، ويسرت لي من صنعك الكافي. صل على محمد وآل محمد، وأعني على بوائق الدهور وصروف الليالي والأيام، ونجني من أهوال الدنيا وكربات الآخرة، واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض. اللهم ما أخاف فاكفني، وما أحذر فقني، وفي نفسي وديني فاحرسني، وفي سفري فاحفظني،
وفي أهلي ومالي فاخلفني، وفيما رزقتني فبارك لي، وفي نفسي فذللني، وفي أعين الناس فعظمني. ومن شر الجن والإنس فسلمني، وبذنوبي فلا تفضحني، وبسريرتي فلا تخزني، وبعملي فلا تبتلني، ونعمك فلا تسلبني، وإلى غيرك فلا تكلني. إلهي إلهي إلى من تكلني؟ إلى قريب فيقطعني، أم إلى بعيد فيتجهمني؟ أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري؟ أشكو إليك غربتي وبعد داري، وأواني على من ملكته أمري. إلهي فلا تحلل علي غضبك، فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي سواك. سبحانك، غير أن عافيتك أوسع لي، فأسألك يا ربي بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين، ألا تميتني على غضبك، ولا تنزل بي سخطك، لك العتبى لك العتبى حتى ترضى. قبل ذلك لا إله إلا أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمنا. يا من عفا عن عظيم الذنوب، يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه، يا من أسبغ النعماء بفضله، يا من أعطى الجزيل بكرمه، يا عدتي في شدتي، يا صاحبي في وحدتي، يا غياثي في كربتي، يا ولي في نعمتي، يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد خاتم النبيين وإله المنتجبين وإلى وآله المنتجبين، منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومنزلك يا عين صاد وطه وياسين والقرآن الحكيم، أنت كهفي حين تعين المذاهب في سعتها، وتضيق علي الأرض برحبها، ولولا رحمتك
لكنت من الهالكين، وأنت مقيل عثرتي، ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين، وأنت مؤيدي بالناصر على أعدائي، ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين. يا من خص نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه بعزه يعتزون، يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من سطوته خائفون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور، يا من لا يعلم كيف هو إلا هو، يا من لا يعلم ما هو إلا هو، يا من لا يعلمه إلا هو، يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء، يا من له أكرم الأسماء، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا، يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره، يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيى ولم يدعه فردا وحيدا، يا من أخرج يونس من بطن الحوت، يا من فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين، يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه، يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود وقد غداوا في نعمته يأكلون، وغدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره، وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله، يا الله يا الله يا بديع يا بديع لا ند لك، يا دائما لا نفاد لك، يا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى، يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت، يا من قل له شكري فلم يحرمني، يا من قل له شكري فلم يحرمني، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورآني على المعاصي فلم يشهرني،
يا من حفظني في صغري، يا من رزقني في كبري، يا من أياديه عندي لا تحصى ونعمه لا تجازى، يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان، يا من هداني للإيمان من قبل أن أعرف شكرا يا الامتنان، يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأشبعني وعطشانا فأرواني وذليلا فأعزني وجاهلا فعرفني ووحيدا فكثرني وغائبا فردني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني، فلك الحمد والشكر يا من أقال عثرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر ذنوبي وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي، وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها، يا مولاي أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي وفقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعانت، أنت الذي عضدت، أنت الذي أيادت، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت، تباركت وتعاليت، فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا. ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أسأت
أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سويت، أنا الذي سهوت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، وأنا الذي أخلفت، أنا الذي نكثت، أنا الذي أقررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي، وأبوء بذنوبي فاغفرها لي. يا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم، والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته، فلك الحمد إلهي وسيدي. إلهي أمرتني فعصيتك، ونهيتني فارتكبت نهيك، فأصبحت لا ذا براءة لي فأعتذر، ولا ذا قوة فأنتصر، فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي؟ فلك الحجة والسبيل علي، يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذن ما أنظروني، ولرفضوني وقطعوني. فها أنا ذا يا إلهي، فها أنا ذا يا إلهي، بين يديك يا سيدي، خاضع ذليل حصير حقير، لا ذو براءة فأعتذر، ولا ذو قوة فأنتصر، ولا حجة فأحتج بها، ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا، وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي ينفعني، كيف وأنا ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد علمت، ويقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور، وأنك الحكم العادل الذي لا تجور، وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي. فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي، وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين، لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين. اللهم هذا ثنائي عليك مجدا وإخلاصي لذكرك موحدا وإقراري بآلائك معددا، وإن كنت مقرا أني لم أحصئا لكثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتغمدني به معها، مذ خلقتني منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين، ولو رفدني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك، تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم، لا تحصى آلاؤك ولا يبلغ ولا يبلغ ثناؤك ولا تكافأ نعماؤك. صل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك. سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكسير وترحم الصغير وتعين الكبير، وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير، وأنت العلي الكبير يا مطلق المكبل الأسير، يا
يا رازق الطفل الصغير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من لا شريك له ولا وزير، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وأعطني في هذه العشية أفضل ما أعطيت، وأنا ألتا أحدا من عبادك من نعمة توليها وآلاء تجددها وبلية تصرفها وكربة تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئة تتغمدها، إنك لطيف بما تشاء، خبير وعلى كل شيء قدير. اللهم إنك أقرب من دعي، وأسرع من أجاب، وأكرم من عفا، وأوسع من أعطى، وأسمع من سئل. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ليس كمثلك مسؤول ولا سواك مأمول. دعوتك فأجبتني، وسألتك فأعطيتني، ورغبت إليك فرحمتني، ووثقت بك فنجيتني، وفزعت إليك فكفيتني. اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك، وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين، وتمم لنا نعماءك، وأنئنا عطاءك، واكتبنا لك شاكرين، ولآلائك ذاكرين. آمين آمين رب العالمين. اللهم يا من ملك فقدر، وقدر فقهر، وعصي فستر، واستغفر فغفر، يا غاية الطالبين الراغبين، ومنتهى أمل الراجين، يا من أحاط بكل شيء علما، ووسع المستقيلين رأفة ورحمة وحلما. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعظمتها، وبمحمد نبيك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك، البشير النذير، السراج المنير، الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين. اللهم فصل على محمد وآل محمد كما اللهم صل اللهم فصل على محمد وآل محمد كما محمد أهل لذلك منك يا عظيم، فصل عليه وآله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين، وتغمدنا بعفوك عنا يا الله، فإليك عجت الأصوات بصنوف اللغات.
فاجعل لنا اللهم في هذه العشية نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك، ونور تهدي به، ورحمة تنشرها، وبركة تنزلها، وعافية تجللها، ورزق تبسطه يا أرحم الراحمين. اللهم اقلبنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مبرورين غانمين، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تخلنا من رحمتك، ولا تحرمنا ما نؤمله من فضلك، ولا تجعلنا من رحمتك محرومين، ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانطين، ولا تردنا خائبين، ولا من بابك مطرودين. يا أجود الأجودين، ويا وأكرم الأكرمين، إليك أقبلنا موقنين، ولبيتك الحرام آمين قاصدين، فأعنا على مناسكنا، وأكمل لنا حجنا، واعف عنا وعافنا، فقد مددنا إليك أيدينا، فهي بذلة الاعتراف موسومة. اللهم فأعطنا في هذه العشية ما سألناك، واكفنا ما استكفيناك، فلا كافي لنا سواك، ولا رب لنا غيرك، نافذ فينا حكمك، محيط بنا علمك، عدل فينا قضاؤك، اقض لنا بالخير، اقض لنا الخير، واجعلنا من أهل الخير. اللهم أوجب لنا بجودك عظيم الأجر وكريم الذخر ودوام اليسر، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ولا تهلكنا مع الهالكين، ولا تصرف عنا رأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك فأعطيت، وشكرك فزدت، وثاب إليك وتاب إليك فقبلت، وتنصل إليك من ذنوبه كلها فغفرتها له، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا وسددنا، واقبل تضرعنا، يا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون، ولا لحظ العيون، ولا ما استقر في المكنون، ولا من طوت عليه مضمرات القلوب، ألا كل ذلك قد أحصاه علمك ووسعه حلمك، سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلو الجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والأيادي الجسام وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم أوسع علي من رزقك الحلال وعافني في بدني وديني وآمن خوفي وأعتق رقبتي من النار. اللهم لا تمكر بي ولا تستدرجني ولا تخدعني وادرع عني شر فسقة الجن والإنس يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد السادة الميامين. وأسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. أسألك فكاك رقبتي من النار أسألك فكاك رقبتي من النار أسألك فكاك رقبتي من النار. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. وصلى الله على محمد وآل محمد. صلى الله عليك أبا عبد الله حر قلبي لك يا سيد الشهداء. الحجاج توجهوا لإتمام مناسكهم وأنت حجك يا نور عيني بين النواويس وكربلاء. ساعد الله قلب بنات رسول الله لهفي لحال الناظرات حماتها فوق الثرى فوق الجنادلك النجوم الطلعي والريح سافية على أبدانهم فمقطع ثاو بجنب مبضع. ولزينب ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعو يا ابن الزاكيات الركعي. طال الفراق عن مجالسك أبا عبد الله وازداد الاشتياق في محبيك يا سيد الشهداء.
وقفت مولاتنا زينب أنت وتذرف الدمع على الحسين، سل حاجتك مقضية إن شاء الله عند سيد الشهداء وفي يوم عرفة، توفيق عظيم، الحمد لله الشكر لله. وقفت بنت علي على التل نادت حسين ما أجاب، أبا عبد الله نور عيني يا ابن أمي ووالدي ما أجاب، تقل أخويا إن كان ما تقدر تجيني خلك أنا اللي منعت الأجي وانزلك، نذر علي حسين. هنا هنا قعدت زينب هنا عند المصرع عند سيد الشهداء، خويا إن كان ما تقدر تجيني خلك خلك أنا اللي منعت الأجي وانزلك، نذر علي حسين كون أصلك أركض وجيب عباية تضل لك يا أخويا، دنت من جسد أبي عبد الله قريب لهذا الموضع الشريف، نظرت إليه كلمته ما أجابها إلى أن أقسمت عليه بقسم عظيم، أنت عم اقسم بهذا القسم على الله، قالت أبا عبد الله بحق أمنا الزهراء إلا ما كلمتني، يقول أرباب المقاتل وإذا بالغريب مد يديه مسح الدم والتراب عن وجهه، قال زينب لقد زدت كربي كربا أخي ارجعي واحفظي لي العيال العيال، تقل أنا بعيني أنا بعيني لباري لك عيالك خويا وبدموعي لسجت لك أطفالك يا خويا، المايات لا يرضى بدالك والله يا خويا نروح، وين تسمع صوتي وين على الحسين، والله يا خويا نروح كل احنا الدعاء، نذكر السيدة الزهراء عليها السلام عند سيد الشهداء عند ولدها زينب عليها السلام عند المصرع، وإذا بصوت حزين كئيب، المن الصوت هذا لسان الحال، قالت أنا الوالدة أنا الوالدة المكسور ضلعي، والله أنا الوالد المكسور ضلعي وعلى جثة وليد جيت أنعي، يا زينب قربي وللنوح اسمعي أنا أمك يا زينب لا تخافين، أجابتها زينب بلسان حالها شبقت عزكي بعين حمراء وصاحت صوت يا يما يا زهرة، أريد صرخة يا يما يا زهرة يا زهرة يا ابنك حسين انقطع نحرة، أين النادبون وحسيناه وسيداه ومظلوماه
والله ابنك حسين انقطع يا فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. اطلبوا حوائجكم، لا تنسون إمامكم من الدعاء، المرضى، أصحاب الحوائج، طالبي الذرية، أنا أسألكم الدعاء أيضا وأدعو لكم جميعا إلى أعناب محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم لئن خلقت وجوهنا الذنوب عندك نتوجه إليك بوجه محمد وآله يا الله، بوجه سيد الشهداء يا الله. عجل في فرج إمام زماننا واجعل قلب إمامنا راض عنا بمنك وجودك. اللهم احفظ العراق وأهل العراق، من على بلدنا بالأمن والأمان وسائر بلاد المؤمنين في كل مكان يا الله. بهذا اليوم العظيم يا الله من على المرضى بتمام العافية والشفاء، لا سيما المرضى المنظورين من سألنا الدعاء من أصيب بهذا الوباء يا الله. اللهم ارفع عنا هذا الوباء بخير وعافية بمن منك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تحرمنا من البكاء على الحسين، لا تحرمنا جميعا من خدمة الحسين ما أبقيتنا يا الله. اللهم أحسن عواقب أمورنا، أختم لنا بخير وعافية، تقبل منا هذا القليل بأفضل القبول بمنك وجودك. اللهم المؤسسون وفقهم لكل خير، وأوصل مجلسهم هذا إلى إمام زمانهم. الحاضرون والسامعون زوار أبي عبد الله وفقهم لكل